مجموعة من الشباب من حفظة كتاب الله وحفظة السنة يريدون السفر إلى مكة من أجل العمرة، لكن ليس لهم المال، هل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة؟ عمرة الإسلام أو حجة الإسلام طيب تعطيهم من الزكاة، لأنها من الجهاد في سبيل الله. الحج جهاد لا قتال فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فقيرا ومعسرا وساعدته ليحج من الزكاة فلا بأس. نعم. أما إذا كان التطوع فلا، لا تعطيهم الزكاة للتطوع بالعمرة أو بالحج، وإن أردت تساعدهم من باب التبرع فلا بأس. نعم.